ترأس سيادة المطران جمال دعيبس مطران اللاتين في الأردن القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة سيدة البشار اللاتين في منطقة جبل الويبدة بعمان بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس الكنيسة. عاونه في القداس الأب عدنان بدر راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور عدد من الراهبات وحشد كبير من أبناء الرعية وأصدقائهم. في بداية الاحتفال شكر الأب بدر المطران دعيبس على زيارته الرعوية الأولى للكنيسة بعد تسلمه مهام النيابة البطريركية اللاتينية في الأردن. وفي عظة القداس تحدث المطران دعيبس عن الأهمية التاريخية لهذه الكنيسة ومحبة الرعية لها. وقبل الختام سلم سيادته الهدايا التذكارية لعدد من الآباء الكهنة الذين خدموا الكنيسة وللشباب الذين تعمدوا فيها قبل ربع قرن ولمن نالوا سري العماد المقدس والزواج المقدس قبل أكثر من 50 عاماً. اليوبيل لكنيسة مميزة لأنه هذه الكنيسة صح عمرها 60 سنة ولكن لها تاريخ. كانت المقر للنيابة البطريركية في الأردن، كانت الكنيسة الرئيسية ولا تزال إحدى كنائس المهمة في مدينة عمان مع الرعية اللي موجودة فيها. والاحتفال بوجود أبناء الرعية حتى اللي ساكنين خارج حدود الرعية هي دلالة على حيوية هذه الكنيسة وعلى تجدد شباب الكنيسة حتى أنه نعمة ربنا تستمر تصل إلى جميع المؤمنين لما بيعيشوا كعائلة واحدة كرعية واحدة في هذا المكان اللي هو البيت الروحي لهم جميعا اللي بنالوا فيه نعمة من الله. فهذا الحدث مهم لأبناء الرعية، مهم لكنيستنا، مهم للويبدة في هذه الرعية بالذات، حتى فعلا نشكر الله على كل النعم اللي حصلنا عليها بواسطة هذه الكنيسة، ونشكره على جميع الكهنة أيضا اللي خدموا في هذه الكنيسة وبجهود أكيد كهنة وأشخاص معنيين بالموضوع. تم تأسيس هاي الكنيسة وبنائها بهاي الصورة اللي هي من الكنائس المميزة كبناء وكإنشاء وبرضو أيضا كرعية فعالة في منطقة عمان. الشيء الملفت للنظر أيضا أنه الكنيسة ما زالت فيها حياة، المؤمنين فيها رغم أنهم بسبب الظروف الاجتماعية إشي رحل على مرج الحمام، إشي على شفا بدران، إشي بجوز على الفحيص، وإشي مرات مناطق قريبة من عمان الغربية، ما زالوا بيرتادوا هاي الكنيسة وبيجوا بيصلوا فيها لأنهم بيحبوا يصلوا فيها وتعودوا، خاصة اللي أخذ الأسرار فيها ملتزم فيها بشكل دائم. هذا الشيء بحملنا مسؤولية كتير كبيرة إنه هالناس اللي بنوا أشياء في الماضي خدمات للكنيسة أو كنيسة أو خدموا الناس إنه نواصل بجهودنا برضه على مثالهم خدمة الناس، وحضورنا يضل بالفعل فعال في الشرق لأنه اليوم العالم عماله بيبحث عن العولمة وإحنا ما بدناش العولمة، بدنا حياة مسيحية أو بأي دين كان بالأغر الأخص، يعني إنه نعيش إيماننا بواقع حياتنا انطلاقا من ما يخدم البيئة والمجتمع والإنسان وكل مجالات الحياة.